على متن طائرة من صنع برازيلي مؤمن طار بريغوجين قائد فاغنر عبر طائرته الخاصة امبراير ليجاسي 600، وهي المعروفة أيضا بالـ EMB-135BG، إلى مينسك العاصمة البيلاروسية بسرعة وصلت إلى 834 كيلومتر قبل أن تحط في مطارها تحت رقم الرحلة RA-02759، وهو يطير خارج الأجواء الروسية، خرج بوتين وهو يؤكد أن هذا التمرد المسلح كان سيقضى عليه، وأكد على وصفه ما جرى بالخيانة، وهو خروج ثان لبوتين في كلمة متلفزة إلى شعبه قال فيها: التمرد المسلح كان سيخمد في كل الأحوال إن كانوا يفهمون كل شيء بما فيها إقدامهم على أعمال إجرامية وتقسيم وإضعاف البلاد التي تقاوم تهديدا خارجيا جسيما، وبخيانتهم لبلادهم وشعبهم خانوا هؤلاء الذين كانوا يجبرونهم لهذه الجريمة ويدفعونهم إلى إطلاق النار على إخوانهم وزملائهم. وهذه ثاني كلمة متلفزة، وقد انفعل بوتين جراء هذه الأحداث واصفا التهديد الخارجي بالجسيم. وقبل 12 ساعة وصلت طائرة الحرس الثوري أوفاك إليوشن 76 تي دي، وبها طاقم حرس إيراني على أساس حالة الطوارئ المعلنة، كما قادت موسكو رحلة لأول مرة عبر الجزائر لطائرتها الجديدة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية نحو باماكو عبر الرحلة 76845 RA رشا سون 9643. وسبق في 26 من يونيو أن طارت على نفس المسار ذات الطائرة بشكل متزامن مع الأحداث في روسيا. وفي مكتب طوارئ حاليا تقود المخابرات الروسية والجزائرية تنسيقا غير مسبوق على صعيد ليبيا والساحل، وذلك بخصوص ما سمي بالتعويض العملاني عن فاغنر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. منفعلا وبشكل استثنائي لم يؤثر في بوتين سوى هذه العملية، فهو أساسا لا يؤمن بأن روسيا يخون روسيا، وهذا يصعب بالنسبة إليه. ويثبت وبشكل كامل ما نطقناه من الدقيقة الأولى بخصوص لماذا في روستوف أن الأمر يتعلق بتقسيم البلاد حول أزوف، وهذا مشروعا أكدنا عليه من أول لحظة. واليوم في الكلمة المتلفزة وبعد التحقيقات يتأكد ما قلناه بأن الأمر يتعلق مباشرة بتقسيم وإزاحة هذا البحر المغلق في قيادة بروستوف. إذن الأمر يتعلق بمخطط وليس أبدا ناتج عن تمرد عادي. إذن المسألة الأولى أن هناك تقسيم البلاد وبعد ذلك إضعافها، وهذا أمر معروف. لكن بالنسبة للتقسيم الآن أثبته بالحرف بوتين، وتقسيم البلاد يعتبر في نظره أهم خطة خطيرة جدا. من الدقيقة الأولى أشرنا إلى ذلك بأن الأمر ليس عاديا وأن وراء المخطط ما وراء، وحاليا روسيا تؤكد ذلك. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والمهمة جدا، أن التخريب الذي تحدث عنه وصل إلى درجة أن هناك 16 خريطة، نشرنا 3 خرائط بخصوص الوصول إلى أماكن نووية من أجل الضغط على بوتين والقبول بتسوية، وهذا الذي حدث. على كل الأحوال فإن كل ما قلناه تماما هو ما تؤكده الآن روسيا. وفي آخر المطاف فإن الحرس الثوري قبل 12 ساعة، الآن لدينا رقم الطائرة، لدينا كل الأمور التقنية،
والآن لدينا رقم الطائرة من جاو وأيضا التسعة مسؤولين الذين طاروا إلى موسكو من أجل الدعم في حالة الطوارئ. حالة الطوارئ أيضا وعنت من اللاذقية مرورا بمكتب تنسيق مع المخابرات الخارجية الجزائرية نحو باماكو، فأصبح واضحا أن أهم طائرة كانت وبتنسيق مع المخابرات الجزائرية بعد أن كانت أول مخابرات قدمت معلومات تشير إلى حالة التمرد المحتملة قبل 211 يوم من الآن حسب التدقيقات اليوم الروسية، فإنه هناك تحذير من المخابرات الجزائرية منذ 211 يوم. واليوم كل ما قلناه أيضا على هذا الصعيد أصبح دقيقا للغاية وأصبح أكثر وضوحا، إذ سنجد أن أمامنا أول طائرة جديدة تابعة لحالة طوارئ أو وزارة الطوارئ على وجه صحيح طارت باتجاه اللاذقية ومن اللاذقية إلى الجزائر، وفي الأجواء الجزائرية هناك محاولة للوصول إلى مكتب تنسيق على صعيد باماكو لأول مرة، وهذا الذي يعطي للجيش الجزائري اليوم عبر استخباراته وأيضا عبر الاستخبارات الخارجية أجزاء واضحة من الدعم الذي يمكن أن نؤكد معه أن الجزائر حاليا قدمت بما يكفي لعدم خلخلة الخارطة، خارطة التواجد الروسي، وأيضا تأمين هذه الخارطة على صعيد باماكو وعلى صعيد باقي الدول الأفريقية. إذن لولا الجزائر في نظر الأمريكيين لكان الوضع مختلفا، لأن هذا التعاون الذي حدث من أجل عدم زلزال أو إحداث زلزال في خارطة التواجد الروسي في أفريقيا كان مبرره واضحا، إذ سنجد أن التنسيق الذي كان هو محاولة كسر فاغنر في دول أفريقيا، فكان هذا جزء لا يتجزأ من مطالب فرنسا التي وقفت في مقابلها الجزائر بشكل كامل، وأيضا أمريكا اتخذت الموقف الذي لا يريد فيه تحت أي ظرف أن يحمل بوتين كل ما حدث للغرب وخصوصا للولايات المتحدة الأمريكية. إذن أمامنا هذا الوضوح، وأمريكا والجزائر منعتا استغلال فرنسا للظرف الذي تعيشه فاغنر في صراعها مع بوتين أن يكون ذلك بمثابة إضعاف للبلاد، بلاد روسيا في باماكو وفي غيرها من المناطق. كان هذا بمثابة إشارة قوية، المخابرات الخارجية الفرنسية تؤكد لماكرون بأن هذه الفرصة غير قابلة أن تتكرر، لذلك فعلى فرنسا أن يكون لها الرد الفعل الضروري، وهذا الذي وقف ضده الجزائريون على طول الخط، ومخابراتهم منعت من استثمار فرنسا لهذه الوضعية، وكان يمكن لبوتين من خلال الاتهام الموجه نحو الغرب تحميل الغرب لمسؤولية ما يحدث داخل روسيا، وهذا يعني مباشرة احتمال الانتقال إلى مرحلة صعبة في المواجهات الدولية الحالية بين الناتو وما بين الغرب عموما وروسيا. لذلك فقضية إفشال مخطط المخابرات الفرنسية كان أمرا حاسما بالنسبة للجزائر وقادتها، وفعلا فإن اليوم 26 نفس الطائرة أخذت على عاتقها استمرار نفس حالة الطوارئ ما بين اللاذقية وما بين مكتب التنسيق الجزائري مع الجزائر وأيضا في باماكو، وهكذا فالرحلات كانت مستمرة وداعمة ومانعة لأي ظهور فرنسيا أو استغلال فرنسيا لما يحدث الآن في باماكو وفي أفريقيا الوسطى، وهذه الفرصة غير قابلة للتكرار كما سماها
رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية إيمييه تكشف إلى أبعد مدى كيف ساعد الجزائري في عدم انهيار الخارطة الروسية في أفريقيا، وهذا يعتبر أكبر إجراء قدمته الجزائر. وأيضا تخوفت من مثل هذا القرار المنفعل لماكرون، تخوفت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل الوضع له غطاء من داخل الناتو ودول الغرب عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا الجزائريون كانت لديهم الفرصة في وضع فاغنر تحت تصرف المصالح الجزائرية مستقبلا، ومن غير الممكن الآن أن تكون حركة فاغنر في أفريقيا من غير ضوء أخضر جزائري، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يمكن أن يكون له ما بعده. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.